بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وبنرحب بكابتننا الكبير كابتن ناصر عباس. منورنا كابتن. تحيات لي كابتن ايمن، وتحيات لكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. تحياتي لكم الكبار كابتن شريف عبد المنعم وكابتن اسامه عرابي والكابتن علي عبد الرحمن وكابتن احمد. الله يخليك. اهلا كابتن. كابتن ايمن، قبل ما نروح للتحليل المباراه هتكلم الف ب تعيينات الحكام، وانا همشي نقطه نقطه كابتن بلال، بس يا ريت تخليك معايا. اتفضل يا كابتن. مع احترامي لوليد عبد الرازق، حكم هو لعب كوره على مستوى كويس، لعب في نادي القناه، لعب في نادي القناه ولعب كوره في الدوري الممتاز، واحنا دايما بنقول احنا محتاجين لعيبه الكوره كابتن اسامه يخشوا التحكيم. ولكن النهارده انت ظلمت هذا الحكم كمسؤول تعيينات الحكام، ظلمت هذا الحكم في انك انت تسند لي هذه المباراه الصعبه. كان ده بيقول لي انا كنت حكم دولي ومسؤول عن نادي الحكام على مدار 8 9 سنين يا كابتن عادل، انت تختار الحكم. هذه مباراه، مباراه الاهلي والمصري، مباراه بيلعبها حكم دولي كبير، لعب كتير هذه المباريات، عنده خبرات، فعنده خبرات صحيح. ازاي يتعاون في بعض المشاكل الاداريه، ما يبقاش منفعل، ما يبقاش متعصب، يعني المباراه تعلى منك انت بتهديها. فانا بعتب او انا بحمل مسؤوليه للجنه الحكام ما كان يجب تعيين وليد عبد الرازق في هذه المباراه. كابتن احمد، انت ظلمت هذا الحكم في هذه المباراه الكبيره والصعبه. هذه المباراه على مدار 30 40 سنه يا كابتن اسامه بياخدها افضل حكم دولي او ثاني افضل حكم دولي عندنا محمود البنا بره. بصرف النظر النهارده ان محمد عادل مسافر في بطوله المحليين، امين عمر عنده الترجي مباراه في تونس، عندك محمد الحنفي حكم كبير او دولي وله خبره، عندك احمد الغندور، عندك محمود البنا، عندك حكام لعبت، ايه المانع حتى لو انا هكرر يا كابتن احمد البنا مثلا؟ ايوه هتقول لي ده لاعب لسه ماتش الاهلي وانبي النهارده، انا ماليش علاقه اقرر حكم، بس نجاح المباراه والعداله صح. التحكيميه تفترض ان انا اقرر حكم عشان اقدر انجح. مظبوط. تاني بقول ما كان يجب على سواء جلاتنبرج سواء المسؤول عن التعييرات انه يعين وليد عبد الرازق يا كابتن احمد، لان ده ظلم للحكم. وليد ما لعبش اي مباراه للاهلي قبل كده، ما لعبش اي مباراه ما بين الزمالك مثلا والمصري او الاهلي والمصري، ودي اكيد تبقى ضغوط على الحكم. الحاجه الثانيه طبعا وليد كان عنده يعني حاله وفاه، ودي كمان اكيد يعني تتراعى الظروف ديت، لابد انك انت تراعى هذه الظروف. اكيد ما اتمرنش بقاله فتره، اكيد عنده حاله حزن، تعيين مش موفق تماما ومش احساس بالمسؤوليه. انا بحمل لجنه الحكام هذه التعيينه بصرف النظر على اخطاء الحكم او هو ادار ايه، ولكن انا عندي حاجات مهمه جدا كابتن اسامه، خاصه تاني بنقول بصرف النظر النادي الاهلي النهارده اضاع اهداف، وانا دايما بقول ماليش علاقه، افصل تماما انا كحكم من النادي الاهلي اضاع اهداف وكان عنده فرص كتيره، ولكن احنا بنتكلم كتحكيم، واحنا بالحالات اللي معانا انا عندي حالتين يعني مفاجاه، وبستغرب على انذار محمود متولي، وهم اربع حالات، محمود جاد، كابتن سعد ابو حفيظ، محمود متولي، الكابتن سعفان الصغير، وهنعمل مقارنه ونشوف دي حاله اداريه. خلينا نروح لطاقم التحكيم الاول، كان وليد عبد الرازق حكم المباراه، سامي هلهل من الحكام المتميزين كان مساعد رقم واحد، حماد العقاد القاهره وحكم متميز، وكان صبر ابراهيم الحكم الرابع، وكان معانا على الفار عبد العزيز السيد وهاني خليل. خلينا نروح لاول حاله ونشوف هنا، بس ستوب، هخليك يا كابتن اسامه تعد، كابتن عادل تعد المنطقه الفنيه اللي هي بتاعه نادي المصري. اولا طبقا للقانون هذه المنطقه الفنيه يجب ان يكون واحد بس هو المتواجد داخل هذه المنطقه الفنيه. لما نلاحظ ان هنا عندنا سعفان، لا نمشي شويه بعد اذنك، يعني نمشي كمان 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 كمان، نمشي كمان كمان، هنا كابتن كره ثابته، نمشي معاه، نمشي نمشي نمشي. هل هذا معقول يا كابتن؟ انا بكلم من الناحيه الاداريه بس، في ركله ثابته بتتنفس، انا بتكلم على مدى تركيز الحكم ده جوه الملعب يا كابتن. كابتن سعبان داخل ميدان اللعب تمام، ودي نقطه يعني دي تدل على ايه؟ على النهارده انا كحكم حصل في بعض الانفلات في السيطره على المباراه يا كابتن ايمن. طب والراجل اللي جنب سقفان ده يا كابتن؟ خلينا نتكلم هنا، بيكلمه سقفان داخل ميدان اللعب، وعندنا هنا لاعب، وعندنا هنا لاعب،
وعندنا هنا مدرب وعندنا بنتكلم على حامل رايه اكتر سامي هلهل. ما هو سامي هنا خد القرار هنا بيقول له اخرج خارج منتخب السعوديه. هو هنا الغريب ايه؟ ما احنا هنتكلم بعداله لما يبقى المنطقه الفنيه كلها بره ومفيش واحد ياخد فيهم بطاقه صفر ويجي الكابتن سامي حفيظ رايح يعني بيحاول يحجز او بيتناقش معاك. لسه ما اتكلمش كابتن شريف بتقابله الصفر. حمدي فتحي اعترض. محمود متولي جاي لسه ما قالش الهاء بتقابله بالصفرة. لا هذا يعني غير معقول. خلينا نشوف حارس المرمى هنا وقع. هو انا النهارده يا كابتن وليد بعد اذنك لما حارس المرمى وقع لوحده. انا بتكلم لحد دلوقتي في الحالات الاداريه يا كابتن احمد وليس الفنيه. هنا سكوت حارس المرمى. محدش جه جنبه خالص. انا الافضل كحكم ادي الانذار لمين؟ السؤال ادي الانذار لحارس المرمى طب. ولا اسيب حارس المرمى واروح لسعفان الصغير ادي الانذار؟ لا ادي الحارس الاول يا كابتن. لا هنا ما حصلش كابتن على فكره. محمود ادي الحارس حصل كابتن بتاع في اوروبا كابتن اللي بيعمل كده بيديله انذار. تعالى تعالى خلينا نشوف الاول. خلينا نمشي. هو ادى الانذار لمين؟ ماشي ادى لسعفان عشان دخوله ميدان اللعب. أيه. كابتن الافضل انا النهارده لاعب يعطل وقت ما حدش جه جنبه. انا بتكلم دي ناحيه اداريه ما زلت اتكلم على النواحي الاداريه. على فكره يا كابتن بالنسبه للناحيه ديت معلش فضل. محمود جاد لما وقع بيسالوه بعد المباراه في لقاء يعني. بص يا كابتن هنا محمود جاد ما احترم محمود جاد حارس مرمى من حقه يعمل كده كابتن. بس هو اي حارس هو بس هنا الحكم هنا فين دوره كابتن هو قال ايه؟ قال ايه؟ عارف قال ايه؟ قال الكابتن حسام قال لي اقع عشان عايزين نغير. لا تاني كده كابتن. محمود جاد قال كده. قال كده؟ قال الكابتن حسام قال لي اقع عشان عايزين نغير. طب خلاص يعني انا دي 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 رساله للحكم بقى. انا هنا محمود جاد هات لي محمود جاد بعد اذنك تاني. النهارده هو محور الاداء بتاعنا محمود جاد. هات محمود جاد وهو واقف. كابتن بعد اذنك هات لي محمود جاد وهو واقف قبل ما يقع. ماشي. هنا مفيش مشكله خالص يا كابتن. ده دليل على الكلام يا كابتن الايمن اللي بتقوله. اكيد خدت تعليمات انك انت تقع. خلي بالك اللي لعب كوره يعرف يعني ايه كوره ثابته. حارس بيقع صح بتعطل اللعب بتخرج الكل عن التركيز تمام ومن حقه أيه. ولكن انا من حقي حكم بقى انا اديت 6 دقائق وقت ضايع سقط فيهم محمود جاد عقبال ما انا رحت له سبت اللعب ورحت له ورحت رايح لهنا لسعفان انذار ثم حصل تغييرين يا كابتن عادل. النهارده انا النهارده لما اللعيبه بتعترض على الوقت عارف المشكله في ايه يا كابتن اسامه؟ توقيت نهايه الماتش. البعض يقول لي يا كابتن ناصر بتتكلم في ايه ده 90 دقيقه والاهلي مضيع. يا سيدي انا والله ما ليا علاقه بالكلام ده. الاهلي النادي الاهلي يضيع النادي المصري يضيع. انا بتكلم على اداره مباراه وبتكلم على تطوير اداء تحكيم. اللعبه الاخيره هتهالي كده اللي هي الهجمه اللي ما زال كان 6 دقائق وتضيع. هنا يا كابتن صب انا هنا حتى ما لعبتش حتى الوقت اللي هو ضاع في الوقت اللي هو 6 دقائق يا كابتن عادل. وهنا انت وصلت اللعيبه بعد اذنك ان اللعيبه راحت عليك تعترض. هي من وجهه نظر اللعيبه النهارده حتى لو عندي نص دقيقه يا كابتن بلال عندي امل. حقي حقك خاصه ان الحارس وقع خاصه انك انت رحت اديت انذار لسعفان خاصه ان في تغييرين انا عندي امل والله مش للنادي الاهلي. انما توقيت انتهاء المباراه كمان يا وليد ما كانش توقيت يعني حتى لو انت نهيت تقبل بقى اللي جاي لك يبقى انت تكون هادي كابتن اسامه اتوقع ان اللي هيجي لك هيعترض على الوقت. بلاش بقى الصفره في الصفره في الصفره بتعمل مشكله. هتكلم لحد دلوقتي في الناحيه الاداريه يا كابتن ايمن صح وين هرجع تاني لحمدي. هات لي بقى الانذار المفترض واحده واحده. انا هنا حمدي كابتن هنا بيعترض على الوقت. هنا محمود متولي نشوف محمود وهو جاي من بعيد. بص تاني يا كابتن تاني هات لي اللقطه دي مهمه جدا يا وليد. انت حكم يعني يعني جيد يجب انك انت يكون عندك ثبات انفعالي هنا حمدي فتحي راح مدي انذار محمود متولي. هو الدليل محمود ما هو 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 يعني هو قال لك اللي جاي بقى ياخد انذار. لا لا علشان تلاقي محمود متولي عنده انذارين انا ما اعرفش ولكن انا برضك بتكلم عنده انذارين. ابحث فيها تلاقيه مش هيلعب ماتش الزمالك. كابتن مش هخش في نوادي الحكم يا بلال يا اسامه. لا ما هي ما ولكن هو محمود متولي خد الانذار ليه؟ ده السؤال. ده حتى اللي اعترض هو حمدي فتحي. طيب هات بقى كابتن سامح حفيظ. تعالى هات لي كابتن سامح حفيظ هو بيجري عشان اللعيبه بتاعته ما تاخدش انذارات مثلا يعني او بيحجز او بيتكلم. فهنا يعني حتى كمان يا وليد في الظروف ديت انا بنصحك كحكم انت لازم تتوقع هذه الامور.
كحكم وتكون هادي جدا جدا. هو الغضب ده كله يا كابتن على فكره عشان انذار بتاع محمود متولي. ليه بقى؟ هو ده لانه متولي ما عملش حاجه اساسا. ولان هو لو عايز انذار يدي الفتح لحد فتحي مثلا، يعني لو عايز يدي الفتح برافو عليك، انما ما تديش متولي، متولي ما عملش حاجه اساسا. ده اللي احنا بنتكلم فيه. يعني متولي اصلا ما عملش. بص يا كابتن، يعني حمدي فتحي بقى ربع ساعه بيكلم وحتى كمان خد بالك بيكلمه باسلوب يعني لا مد ايده ولا شوح ولا عمل اي حاجه، والتاني جاي من بعيد. بس ده اول انزال لفتحي، لكن التاني ده التالت اللي متولي. لو عايز تدي اخي يعني انا اقول لك انا ما بدخلش في نيه ولا مش نيه، مع ان يعني اشمعنى متولي ياخد الانزال؟ بيتكلموا بادب يعني تراد بادب واحترام شديد جدا يعني فيها. احنا مع الحكام كلها كابتن، لعيبه الاهلي مؤدبه جدا يا كابتن. انا بحسب مشكله في الملعب، احنا ما بنعترضش اساسا. بالظبط والله العظيم احنا لعيبتنا مؤدبه جدا. انا بقول لك اللعيبه الثانيه اللي بتدي وبتشوح وتمسك من البدايه. السنه اللي فاتت يا كابتن ناصر لعيبه بتمسك من التيشيرتات الحكم وتشده وما فيش اي حاجه بتحصل. بالظبط اللي انا عاوز اقوله يا كابتن ايمن، انت كحكم تتوقع ان هيجي لك لعيب او اثنين من فضلك انت حكم خبره، التزم شويه شويه حتى راعي الناحيه الانفعاليه اللي هي ما تديله ظهري وتمشي الوقتيه. اما انت لاقي الدنيا دي كلها الحكام اللي عندهم خبره بيروح واخد ظهره وماشي، ما بيسمعش ما بيعملش، والماتش خلص، خلصت مهمتك خلاص، روح على نص ملعبك، حد جالك بقى وعمل اي تجاوز. انما انت واقف ومشغل ايدك تك 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 تك، هو في ايه؟ كابتن انا بتكلم كلام وبصرف النظر، ولا انا ما اعرف ان محمود متولي عنده انذار او هذه البطاقه ممكن توقفه، ولكن انت تراعي برضك ان هذا اللاعب ظلم في الانذار يا كابتن ايمن بامانه. علي لطفي خد كمان محمود متولي ظلم في هذا الانذار لانه كابتن يعني ممكن بعد اذن حضرتك ممكن تعليق حضرتك على اللعبه دي؟ انا جاي يا كابتن تاني، انا جاي احنا كابتن بس واحده واحده. احنا كنا بنتكلم في الشق اللي هو ايه في البدايه، سبب تعيين وليد قد يكون حكم كويس، بس انت ظلمت وليد انك انت بتحطه في مباراه كبيره، وده كلام لجلاتنبرج او المسؤولين. هذه المباراه تاني بقول مباراه من الوقت الصعبه يلعبها اللاعب او الحكم الكبير يا كابتن احمد. انا اول حاجه سالتك عليه الحكم، خلينا نشوف الحاله اللي جايه، نشوف هنا يا كابتن، هنا السؤال، هنا الكره اوفر وهنا قفشه بيطلع بدماغه. خلي بالك للاسف، وانا بقول للاسف كابتن احمد، انا حتى كمان يعني انا هنا اللعبه، هنا قفشه ليه لعب، قفشه لعب هنا، بص هنا ارجع تاني مين هنا اللعبه يا كابتن؟ واحده واحده قفشه لعب الكره بدماغه، قفشه لعب الكره بدماغه. لا واحده واحده والله، ما انا ما عنديش مشكله. ايوه قفشه لعب لمس الاول. تمام، مين اللي راح له هنا؟ ممكن يكون حارس المرمى، كره تدت من راس قفشه وجت في ايديه، في ايده، ده وارد يا كابتن بلال. ايوه، اذا هو الحارس هنا لعب برضك. السؤال لو انا الحارس هنا لعب بدون ما يتعرض لقفشه، ايه الدم ده؟ الدم اللي نزل ده، انا بسال سام سؤال، انا كحكم في كاس العالم حاله مثل هذه الحاله يا كابتن ايمن؟ ايوه يا كابتن، الحكم راح للاعب ما كانش في نيته يدي اي انذار اطلاقا لهذا اللاعب. ايوه كابتن، راح للاعب بص لقى فيه الدم، الدم ده كان استخدام الزراعه في هذه الحاله، وهو طبيعي ان الدم ده لما بيجي اكيد بيبقى فيه خبطه او فيات. هنقول ان هنا وليد ملوش تفاصيل، ولكن انا برضك بقول نقطه مهمه جدا حتى على الفار، زي حاله جدليه، من لعب؟ هل الايد راحت للراس يا كابتن شريف؟ هل في مخالفه تركي جزاء؟ كل هذه الامور كان يجب على الفار استدعاء الحكم. الخلاصه يا كابتن احمد بنقول ان احنا عملنا مشكله كنجل الحكام من غير مشكله، وازمه من غير لازمه، بسبب تعيين حكم اتظلم، وانا بقول وليد عبد الرازق اتظلم في تعيينه هذه المباراه، مباراه صعبه هو ما لعبهاش قبل كده. اللوم يجي على لجنه الحكام، من فضلك المباراه الكبيره حط لها حكم خبره ويكون حكم دولي يقدر يدير المباراه بشكل جيد. نتمنى التوفيق لكل الانديه المصريه، نتمنى التوفيق لجلاتنبرج اللي بقاله 14 وتسيبوا الراجل يشتغل، ده لسه بقاله 14 يا كابتن ايمن. صحيح، يعني في ناس قعدت 8 سنين ومفيش مكان ان انا اتكلم الكلام ده. انا هيبقى عندي حلقه كامله هتكلم ان الراجل يعني بيشتغل يا كابتن بلال تحت ضغط. أيوة، وفي ناس بتهاجمه. لا ده لسه بقاله 4 اشهر، ادوا له فرصه يشتغل ونحاسبه اخر السنه. صحيح، في بعض الناس قعدت 8 سنين في لجنه الحكام للاسف. صحيح، شديد. تحياتي ليك، ودي كانت اخر حاجه كابتن ايمن بقولها في نشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر، شرفتنا. شكرك. وانتهى الفقرة التحكيمية اعزائي المشاهدين، بنصل نهاية الاستوديو التحليلي لمباراة
نادي الاهلي والنادي المصري البورسعيدي في الجوله رقم 13 من مباراه الدوري المصري الممتاز لكره القدم والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون اهداف واستمرار تربع النادي الاهلي على القمه منفردا بفارق 4 نقاط عن صاحب المركز الثاني. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في الفتره الصعبه القادمه. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهارده. كابتن شريف عبد المنعم شكرا يا كابتن شرفتنا. بشكرك كابتن ايمن توفيق كل اللي جاي ان شاء الله. كابتن عادل عبد الرحمن شرفتنا يا كابتن. شكرا. كابتن اسامه عربي شكرا يا كابتن. شكرا لك يا ايمن. كابتن احمد بلال شرفتنا يا كابتن. شكرا. شكرا كابتن ايمن. شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى وارق حياتي.